السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مع وصفة جديدة من وصفات أمون. النهاردة هنعمل مع بعض فواكه مسكرة بنوع من الفاكهة، يعني يمكن مش كل الناس عارفينه، هو الكيمكوات أو البرتقال الياباني. بتبقى ثمرة تشبه للبرتقال، حبتها صغيرة زي ما انتوا شايفين وهوريكم دلوقتي. بستخدمها، ممكن أعمل بيها فواكه مسكرة، أزين بيها الجاتوهات أو التورتات، أو أستخدمها مع الآيس كريم، أو بتتاكل كده لوحدها كنوع من الحلويات، أو أحفظها بالشكل ده في برطمان مع الشربات بتاعه، ده بيبقى حلو جدا. ممكن أستعمله برضو، الشربات ده أستخدمه في مع الجاتوهات والتورتات، وممكن أفرمه ويبقى عندي مربى تشبه مربى اللارنج، يعني يبقى مارمالاد، وبيبقى طعمه جميل جدا ولذيذ وسهل، اسهل من اللارنج، وما بنحتاجش ان احنا نقعد نشيل منه المرارة فترات طويلة زي ما بنعمل مع اللارنج. تابعوني لحد اخر الفيديو عشان تعرفوا انا هعمله ازاي. ده الكينكوات او البرتقان الياباني، زي ما انتم شايفين بيبقى برتقانة بالظبط زي البرتقان، بس حجمه صغير جدا، شكله عامل زي البلح كده. انا هعمله مسكر لاني هستعمله، ممكن استعمله في تزيين تورتات، ممكن استعمله مع الايس كريم، وهحفظه فترة طويلة لان هو بيظهر وقت كده في السنة وبعد كده مش بلاقيه تاني، فانا هحفظه مسكر. ده كيلو ونص من الكينكوات، هحط عليه كيلو ونص سكر، هحط السكر ده كده كيلو، وكمان نص، انا بستعمل السكر هو اسمر شوية، بحس ان هو افضل من السكر الابيض، لان السكر الابيض بيستخدمه مواد مبيضة فبقلق بصراحة منها، ممكن تأذي صحتنا. وهحط عليه حوالي كوباية مية، وهرفعه على النار، على نار متوسطة، وهغطي الحلة، هتبقى مواربة يعني مش هقفلها خالص ومش هسيبه عريان، هوارب الحلة وهسيبه لحد ما هيستوي. هسيبه كده يعني تقريبا هو بياخد من ساعة لساعة ونص، هعمله وهرجع هقول لكم اخد وقت قد ايه، وهوريه لكم طبعا اثناء ما هو بيطبخ. زي ما انتم شايفين هو دلوقتي بقاله تقريبا على النار 10 دقايق، ابتدى، شايفين قد ايه خرج الشربات، المحتوى المائي بتاعه هو خرجه بره، لان السكر مع المية عملوا شربات تقيل. فلو انتوا يعني عارفين ظاهرة بلاش نكلكعها، يعني لما بيكون بنحط حاجة ليها جلدة وجواها محتوى مائي ونحط الحاجة دي في وسط في سكر كتير، بيبتدي السكر يخرج من، بيبتدي المية تخرج من جوه الحاجة دي لبره. اوكي، فهو دلوقتي اللي حصل ايه، ان الثمرة ابتدى يخرج منها المية، فانا هحطها على النار تاني لحد ما كل الثمرات يحصل لها كده، تكش زي دي كده ويخرج منها المحتوى المائي، لان انا عايزة احفظها فترة طويلة، ممكن احفظها كمان بدون تلاجة، فهحطها على النار تاني لحد ما كلهم يكشوا كده ويصغروا ويبقوا في الشكل ده، وهرجع لكم. زي ما انتوا شايفين كله تقريبا كش، زي ما انتوا شايفين الشكل ده، خرج المية بتاعته زي ما قلت لكم، ده ظاهرة الانتشار الاسموزي، المية اللي جوه خرجت عشان الوسط اللي بره
في تركيز السكر أعلى. أنا هسيبه لما يبرد شوية ووريكو إزاي هنحفظه. ده كده بعد ما هدي شوية، زي ما انتوا شايفين أنا أخدت شوية منه، هحفظه على زي الفواكه المسكرة. هرش عليهم سكر، هقلبه فيه كده. ده بيخلي كل واحدة تبقى لوحدها، يعني لما نرش عليه سكر السكر بيلتصق، لان هو دلوقتي عليه عسل من بره. هنحط السكر كمان، عايزة كل واحدة تبقى لوحدها، وهنسيبه تماما لحد ما يصفي. و والسكر يلتصق فيه، بقلبه كده وهبعدهم عن بعض. ممكن نصفيه على شبكة، ده بيبقى أسرع، شبكة سلك لو عندنا، أو نحطه في مصفى سلك برضو ده هيبقى أسرع، أو ممكن نفرده كده على الصينية زي ما انتوا شايفين. ومن وقت للتاني أنا بقلبه لحد لما ينشف تماما، وهحفظه في علبة واشيله. ممكن اشيله في المطبخ بالشكل ده، احتفظ بيه، ممكن يقعد من شهر لشهرين. بس علبة لازم تكون نظيفة ومعقمة بالشكل ده. في جزء منه انا هاخده بالشربات بتاعه كده، واحتفظ بيه في علبة او في برطمان، وهشيله في التلاجة. ممكن احتفظ بيه برضو لمدة شهور، مش بيجرى له حاجة. بس اهم حاجة لازم يبقى البرطمان او العلبة اللي بحفظ فيها تكون نظيفة ومعقمة. زي ما حضراتكم شايفين، ده عندي هنا الكمكوات المسكر، ده كده بقى فاكهة مسكرة، كل واحدة بوحدتها ومغلفة من بره بسكر. وده الكمكوات انا هحفظه بالشكل ده، شوفوا لونه شفاف وجميل ازاي. هحفظه في السيرب اللي خرج منه مع السكر، هحفظه في التلاجة. ده بيقعد فترة طويلة، ممكن استعمله في وصفات كتيرة بإذن الله هتشوفها مع بعض. وعلى فكرة انا عايزة اقول لكم حاجة نسيت اقولها لكم في الاول، لو انتم مش عايزين يبقى فيه طعم مرارة، ممكن تغلوه في مية لمدة دقيقتين وتصفوا المية دي، وبعدين تحطوا مية تانية تغلوه كمان دقيقتين وتصفوها. كده مش هيبقى فيه مرارة، اي مرارة خالص، المزازة اللي هي بتاعت قشر البرتقال. بس انا بحبه يبقى كده بمزازته زي ما هو، وزي ما تحبوا يعني انتوا. واستنوني هقدم لكم وصفة تانية بقشر البرتقال، يعني ببلاش. مش هقدمها لكم دلوقتي، ان شاء الله في الفيديو الجاي. ولو عجبتكم وصفة النهاردة، ما تنسوش تعملوا شير للفيديو ولايك، واشتركوا في قناتي لو كنتم مشتركتوش فيها، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناتي. واشوفكم في وصفة جديدة. باي. السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بكم مع وصفة جديدة من وصفات امي. النهاردة هنعمل مع بعض طبق سلطة الفواكه الجميل جدا اللذيذ جدا، بطريقة سهلة وما بتتكلفش تقريبا، يعني يعتبر تكلفتها قليلة جدا جدا جدا. وهنستعمل فواكه الموسم، وهنستعمل كل الحاجات اللي انا مستعملها هنا، حاجات بسيطة. بستعمل برتقال وفراولة وموز، ده موز بلدي، ما بستعملش الموز المستورد. الموز البلدي بيبقى طعمه اجمل وسعره كمان ارخص.
لو عايزين تعرفوا هنعمل ازاي طبق سلطة الفواكه اللذيذ ده، خليكم معايا لحد اخر الفيديو.